يا صباح الخير يا علوية، أو مساء الخير. زي ما انتوا شايفين أنا دلوقتي شغال في البحر، بنقف في البحر يا علوية على الذهب والدايموند وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها الجامدة جدا اللي بتبقى موجودة في البحر. أنا وجيش العلوية وجيش الحرامية كمان. انت بابا ليه؟ أبو شكتة وأبو شحبة أبو شكتة الدايموند دايموند؟ استنى فرخة، انا اكتر واحد اجيب الدايموند. علوية قبل ما نبدا كده، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان يا علوية ما تنسوش لو خدها في فلسطين ربنا ينصرهم. ويلا بينا نشوف تنقيب البحر. اوكي، زي ما انتم شايفين انا معايا الشنطة، الشنطة دي يا علوية مكتوب 0 من 20، يعني هنشيل فيها 20 حاجة، وكمان معايا بصوا بتاعت اكسجين. تعالى حركة الفرخة. انت ما مش بقى يا حبيبي، ما انت معاك بتاعت اكسجين. تعالى هننزل كده علوية تحت في المية. ايه ده؟ هو ايه البتاع ده؟ واحنا ممكن ناخدها؟ ثانية، انا خدت او ماي جاد، بقى معايا حاجات 5 من 20 في الشنطة. شوف يا علوية الشنطة بتاعتي مقربة تتملي. انت هو انا مش هاجي مش مية. يلا بينا ننزل على الماية كده تحت. اوكي انزل كده يا ابو علي، ليتس جو. الاكسجين، بص على الاكسجين بيخلص. اوكي لقينا حاجات. يلا ابو علي كسر كسر يبي. بص على معايا 1000 فلوس في الاكسجين. او ماي جاد، انا جبت لي ان الشنطة فل بتاعتي 20 من 20، اروح ابيع بقى. اوكي البيع هنا، خلينا نبيع. خدنا حبة فلوس، ماشي. هنيجي هنا على الشوب نشوف كده على الويه. الشنطة بتتملي بسرعة جدا. ايه ده؟ انا ممكن اطور الاكس اللي في ايدي. اوكي الاكس اللي بعده ب2500، والاكس اللي بعده التاني ب6000، واللي بعده ب20. اوه ده الذهبي الجولد على الويه. ممكن نغير الشنطة. الشنطة دي بص بتشيل 20، مش عايزها بصراحة، عايز الشنطة اللي بتشيل 50 بس. بكام؟ ب500. طيب الشنطة اللي بعدها بتشيل 250 بس ب1000. ممكن نجيب الشنطة دي؟ أنا معايا 1000، ممكن نجيبها؟ ليتس جو، خلينا نشتريها. طيب نشوف إيه تاني على الأكسجين، ممكن نطور الأكسجين كمان عشان ما يخلصش. أنت ما مش هتعمل مش أكسجين يا حبيبي عشان مش هينفعوا. الأكسجين بص على اللي بيدينا 50 ثانية تقريبا ب2500، ده بيدينا 25 ثانية بس، فإحنا عايزين أكسجين يكون بيدي ثواني كتيرة. ليتس جو، دلوقتي فلوسي خلصت معايا 46، هنروح نجمع تاني من التنقيب عشان طبعا يا علوية نجيب حاجات اكتر. اوكي بسرعه بقى اسرق دي قبل ما العيال تيجي من ورايا كده ويسرقوها. محدش يسرق دي بتاعتي. انت هو مش اخويا بدو حركات فرخه والحرامية اللي ورا. خلينا ندوس هنا كده على الهديه. اوكي ناخد دي. يبي دول 11000، يا نهار زبادي، ومعايا كمان عجله الحظ. خلينا نعمل كده علوية، انا دلوقتي بقيت غني، يا رب يطلع لي حاجه حلوه. اوكي اوه كان هيطلع لي 150000، طلع لي 75000 حركات. يا حبيبك هو مش بقى مش في ثواني، انا بقى معايا 86000. شباب انا بقيت غني يا شباب. يلا انا بص هشغلكم عندي في البحر. خلينا ننزل كده تحت بسرعه، بقى معايا 86000، راح اطور نفسي في ثانيه. ليتس جو بسرعه 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 بسرعه. عايزين نيجي هنا. يلا بص على الويل بتاع اللي على اليمين ده اللي هو العمق، بصوا العمق بتاع الميه. يلا ويلا ويلا الاكسجين خلص، الاكسجين خلص. اطلع كده ابو علي، بصوا دمي وانت هموت. اطلع، هنروح بسرعة عشان نبيع طبعا الحاجات اللي معانا في الشنطة دي. معايا 85 هنبيعهم، وبقى معايا 87000 من الهدية. حظي كده على جالي فلوس. هنيجي هنا طبعا عشان نشتري بقى، نشتري ايه؟ اكسجين. لازم نغير الاكسجين، نجيب اكسجين يكون بيدينا نفس طويل جدا. ممكن نجيب الاكسجين ده بيدينا 150، ولا نجيب علوية الاكس؟ انا شايف بصراحة الاكس اهم، لو كسرنا بسرعة نجيب حاجات احسن، فممكن نجيب الويك هامر ده والله حلو ب60000، ولا نجيب البتاع ده اللي هو ب20. خلينا نشوف علوية، هنجيب ده اللي هو طبعا ده ب60000. يلا معلش اشتري كده، وبعد كده نبقى نطور الاكسجين. ليتس جو، جبت الاكس حركات. يا حبيبي كمان ما يبتش بقى غايب ولا ايه؟ انت يا بابا علي ابو شغلت اللبس بتاعي. غيرت اللبس بتاعك؟ جبت منين ده فرخه؟ انت ما بتشاهدته. سرقته؟ لا ما سرقتوش، اكيد جبته من الشوب هنا حرامي. ممكن يكون جابه من اي حته، ده الاكس، الشنطه، الاكسجين. ثانية على الواقع، انت واد فرخه، ده مش لاقي اللبس بتاعك. انت ما بتش بيجي مش هديه مش مع اكسجين. بيجي هديه مع الاكسجين؟ اه انت طورت الاكسجين. اوكي طيب خلينا نروح نجرب بقى على الاكس اللي انا جبته ده او الهامر. واد حركة، بص جبت شاكوش. انت ما بتش شاك مكوش. انا مش عامل كوش يا فرخه. تعالى الشاكوش ده على الواقع بقى يخلينا نقدر نكسر بسرعه. شوفوا لو جينا جربنا هنا كده كسر كده بقى. يا لوي ضربة واحدة، الأول كانوا بيسرقوها مني بس علوية خدتها أنا في ضربة. ليتس جو، ننزل تحت كده بسرعة بسرعة بسرعة. يلا أبو علي انزل كده، بص على العمق بقى، العمق اللي على اليمين ده. ليتس جو، أنا بقيت أكسر في ثانية يا أبو علي يا جامد. ثانية واحدة، على فكرة الأكس حركات أو الشاكوش مهم جدا. أنت هو مش شاك مكوش. أنا مش عارف مكوش يا نوب، أنا بقول لك الشاكوش مهم. وأنت مش شاك مكوش ولا إيه؟ لا أنت أبو الشاكوش مش مهم عندي. الأكسجين مهم عندك عشان أنت ما بتعرفش تعوم يا نوب.
انا اهم حاجة على الواقع عندي الشاكوش اللي هو اكسر بسرعة. بص الشنطة بقت معايا 180. خلينا ننزل. اوه بس انا محتاج دلوقتي فعلا على الواقع اكسجين. الاكسجين بيخلص. بليز 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 خلينا ناخد ده بسرعة. كسر يا معلم كسرته. بس بص دمي بقى دمي بينقص. بص 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 عشان الاكسجين خلص ابقى معايا 31,000. محتاج ان انا اطور على الاكسجين في اسرع وقت ممكن عشان انا بعاني منه. بص العمق بتاع الميه هو اللي على اليمين ده لما بننزل تحت كده كده احنا بص نزلنا في عمق اكبر. اوكي بص الاسماك قالب السمك الجامد ده شكله حلو. البتاع ده شيست والشنطه بقت فل. خلينا نطلع كده عشان نبيع. وصلنا هنا على الواقع عشان نبيع الحاجات بتاعتنا. الشنطه بص 250 بقى معايا 32,000. ممكن نجيب اكسجين اعلى. خلينا نشوف الاكسجين كده. دي ب 2500 ودي ب 5000 ودي ب 10 ودي ب 30. ممكن نجيب اللي ب 30 ولا اللي ب 70. خلينا نجيب اللي ب 30 نجرب. اوكي اشترينا دي ب 30,000 على الواقع. ليتس جو جبت اللبس بتاع حركات ويلا بينا على الواقع ناخد غطس كده باللبس الجديد ده بسرعه 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 بسرعه. ليتس جو. اللي هيسال على زعبول على الواقع وقع في البحر دوت غرق. الحلقه الجايه نبقى نجيبه. يلا بسرعه خلينا نكسر. ليتس جو اكسر. يبدي او ماي جاد زعبله نايم على الواقع تقريبا نايم في المحيط. انت يا مالي انت هو مش سمكه انت مش كلمته يا حركات فرخه. لا ما بتاكلش من سمكه القرش على الواقع. حركات بيضحك عليكم زعبله هتلاقوه نايم دلوقتي. خلينا نكسر. بص الشيست ده بسرعه بسرعه. ليتس جو. انا الاكس اللي معايا قوي جدا. اكسر ده كمان يا معلم. ايه ده الشنطه بصوا بتتملي في ثانيه. الاكسجين بقى حلو. بصوا بياخد وقت وكل حاجه معايا بس الشنطه بصوا فل معايا. يلا بيع ابو علي. انا محتاج ان انا اكبر الشنطه. محتاج اجيب شنطه اكبر بصراحه. خلينا نشوف شنطه كده على الواقع عشان الشنطه بصوا بتتملي في ثانيه معايا. دي اللي معايا 250 دي 500 دي 750 دي بتشيل 1000 بس ب 6000. اوكي خلينا نشتري دي بتشيل 1000 على الواقع. ليتس جو جبتها صندوق. حركات بصوا معايا نفس الصندوق. هو اتشاوى هو انت كبرت الشنطه. يلا بينا. طيب تعالوا ليتس جو ليتس جو. دلوقتي على طورنا نفسنا. جبنا شاكوش بصوا جامد. جبنا شنطه جبنا لبس طورنا الاكسجين. اوكي على الجمدات. يلا بينا ننزل دلوقتي ونكتشف المحيط بقى بجد. بص الواد اللي فوق ده بصوا بينقف فوق لان الاكسجين بتاعه تعبان هتلاقيه خايف ينزل الميه. انزل كده بعلي بسرعه. ليتس جو اكسر في ثانيه اكسر. على فكره الشيست ده جامد. انت هو ما تسرقوش انت هو مش لازم تسرقوه ولا ايه؟ حركات بصوا جاي يسرق معايا. بصوا الشيست يا رب الاكسجين بتاعك يخلص. حركات ما بعرفش يعوم اصلا على الواقي بس لولا الاكسجين ده. اوكي انا ممكن انزل تحت على الواقي دلوقتي في الاعماق اللي تحت. بص ابو علي نزل في اعماق تحت جدا. ليتس جو انا في القاع بتاع البحر بعد ما خلاص بقى جبنا الاكسجين اللي هو بصوا بيقعدنا كتير. او ماي جاد ابو علي نزل تحت تحت خالص. وادي حركات انا تحت. بص في الميه من تحت خالص. احميك انت يا ابني مش سمكة تنام مش سمكة تنش ولا ايه؟ سمكة قرش ما اعتقدش. ولو لينا سمكة قرش هنضربها. احنا بص عددنا كتير. اوكي الاكسجين بتاعه بص على الواقع جامد بيخلينا نقف في البحر من تحت. والشنطه بقت بتستحمل. ده بص الومنيوم على الواقع اللي انا لقيته ده مكتوب عليه الومنيوم. اوكي الشنطه بص دلوقتي مستحمله معايا. معايا 405 من 1000 بتشيل كتير بصراحه. انت يا معلم انت نزلت مش تحت ولا مش في الميه؟ نزلت تحت برضو معايا. بص على الواقع الجمدان. انا اهم حاجه دلوقتي الاكسجين. الاكسجين فاضل له حبه ويخلص. قول اتشيست جامد. بص ده واحد كان بيكسر بس ما لحقش. كسر ابو علي كسر ابو علي. بص بياخد وقت. خلينا نكسر. اوه الشنطه بقت فل. هنبيع اللي معانا. بص معايا 10,000. بيع كده ابو علي. بقى معايا 12,000 كويس جدا. البحر من تحت بيدينا فلوس كتيره. يلا نروح تاني. يلا خلينا ننزل تحت. ليتس جو. انزل كده ابو علي بسرعه 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 بسرعه. يبي وانا حركات. انت ما معاك كام فلوس؟ انت ابو علي مش مركب مش على الجزيره. بتنقب على الجزيره يا ابني ما تنزلوا الميه. هي اللعبه اصلا في الميه. انت هو مش الجزيره مش هلا مش حاجه مش جامده. عليها حاجات جامده. طيب عليها ايه يعني؟ عليها مش نخله. عليها نخله. وبتعمل ايه من النخله يعني؟ هجيب بلح تبع. تجيب بلح من النخله؟ ده انت نو ايرون على الواقع حديد. ليتس جو. اديني انا بقى معايا خلاص على الشنطه فل. فاضل لي 50 والشنطه تبقى فل. تصدقوا ان الشنطه بقت بتتملي بسرعه برضو. الشنطه هي مشكلتنا فعلا في البحر. محتاجين نجيب شنطه اقوى. اوكي او الشنطه تشيل اكتر. بقى معايا 1000 على الواقع. ما ينفعش اكسر اكتر من كده. الاكسجين بتاعي بيخلص. اول ما اجي اخبط في البتاع ده خلاص الاقي ان انا عايز ابيع. بصوا راح ابيع. اوكي يلا بيع كده ابو علي. بقى معايا 19,000. ممكن نكبر الشنطه عشان الشنطه طبعا على الواقع مشكله كبيره جدا. فهنحاول نجيب شنطه احسن. اوكي دي الشنطه اللي معايا اللي بتدي 1000. دي شنطه بتشيل 1200 بس ب 25 مش معايا. الشنطه اللي بعدها بكام؟ بتشيل 2800 بس ب 70,000. ممكن نجيب الصندوق ده. هنحوش فلوس على الواقع عشان لازم نجيبه. حركات الفرخه. او ماي جود انت بترقص ليه يا واد؟ انت ما بتشيل الصندوق يا حبيبي؟ ما بتشيل فحم ولا ايه؟
حركات يا قرد، اشتري الصندوق اللي ب 2000. اوكي بسرعه بسرعه، انت ماسك شاكوش ايه وريني كده. اوه انا الشاكوش بتاع احسن حاجه. بص على ما ماسك ايه، ماسك البتاع الذهبي اللي هو رخيص، انا بتاعي بص اغلى اللي هو الشاكوش. شاك مكوي انت اللي شعرك مركوش يا دوب. طبعا كل واحد بيتميز في حاجه، انا معايا شاكوش احسن من حركات، بس هو معايا شنطه احسن مني. انا عايز اروح الجزيره اللي هناك دي على اللي عليها النخله. انت هو معايا بتشي بجيب منها بتشي بقى يا حبيبي، بتجيب منها بلح. انا اروح كده اشوف على اللي صدقني عليها. بصوا حاجات في عيال اصلا، بصوا بتنقب على الجزيره بس، في وادي هناك اهو وادي هنا. اوكي هنروح كده على اللي نشوف ايه اللي موجود هناك عشان ممكن نلاقي حاجات حلوه برضو. ولا ابو علي انا بحب الجزيره اللي بتبقى في البحر. اوه بصوا في سنه دي قد ايه، كسر ابو علي بسرعه الالكل. لا بصوا جت تسرق مني يا شباب، سيبوا ده اسرع ده الجزيره لوحدي، روحوا الجزيره الثانيه. انت فرخه سيب اللي انت بتسرقه ده، انت ما بتش ولا كسياشة. حركات يا دوب بسرعه، كسر كسر الشاكوش بتاع حلوه قوي جدا، الحركات ما قدرش يكسره ماشي اصلا. اوكي حلوه يا جماعه ده 65000 ليتس جو. ايه ده هو ده حركات ثانيه؟ اوف يا واد، هو مين ده؟ ده واحد من المتابعين ولا حركات الاصلي؟ انت ما بتش اصلي ولا انت الاصلي؟ هو انت رجعت تاني نوب؟ انت هو ماي مش عملت بريبيرس يا حبيبي؟ عملت ريبيرس يا نوب؟ ايه ده؟ هو انت لما بتعمل ريبيرس بياخدوا منك الشنطه وبياخدوا منك الاكس؟ هو التابع. او ماي جاد انا مش هعمل ريبيرس على الويا عشان هياخدوا مني الاكس ده، الاكس ده ب 80000 تقريبا، والشنطه لا 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 على الويا، والاكسجين يا نهار زبادي خدوا كل حاجه. هو لا مش هيجاوب مش نوب ولا يا نهار زبادي، حركه بص بقى نوب على الويا كانه لسه داخل اللعبه، ايه الظلم ده؟ كده ما ينفعش، انا مش عايز اعمل ريبيرس، مع ان الريبيرس بصوا بيزودنا، بيقول لي طبعا هيديلك بدل ما انت بتاخد جولد قليل هتاخد جولد اكتر وهتاخد جواهر اكتر، بس عشان اعمل ريبيرس عليه محتاج يكون معايا 2500 جيمز اللي هي الجواهر دي، انا معايا بس 1200. اوكي ممكن نعمل ريبيرس، ممكن هنشوف طبعا الاولويه دلوقتي على حسب الفلوس اللي بناخدها. انا مش هطور نفسي بقى عشان لو طورت نفسي وجبت شنطه كده كده هم هياخدوها. يا نهار زبادي انا افتكرت ان انا لما اعمل ريبيرس هيسيبوا لي الشنطه والاكس، لكن طلعوا بياخدوا كمان الشاكوش وكل حاجه. انت بابا علي مش بيرجعوك مش نوب ولا ايه؟ بيرجعوني نوب. او ماي جاد على الويل، الشنطه بص بتاعتي بقت فل، خلينا نطلع نبيع دلوقتي معايا 122000. خلينا ندخل كده على الشوب على طول عشان نجيب شنطه. انت بابا مش بتشتريش مش شنطه كده كده مش هتبقى مش هياخدها منك ولا ايه؟ لا يا حبيبي مش هعمل ريفرس، مش عايز ريفرس اصلا. اوكي انا هجيب الشنطه الجامده اللي كانت مع حركات ب 2800 ب 70000. نشوف الشنطه اللي بعد. اوه بص ده حلو بكام، دي بتشيل 6400 جامده جدا، بس خلينا نجيب بقى دي. ليتس جو، اشتريت الشنطه اللي كانت مع حركات، صندوق الفضاء. ايه ده لو انا زقت الواد وقع، معلش يا كابتن انا اسف، خبطته بالشاكوش بص على وقعته. ويلا بينا دلوقتي عشان ننزل اقل نقطه في البحر تحت خالص، هننزل القاعه الواقع عشان نشوف ايه بقى اللي موجود تحت خالص خالص تحت. بصوا في اخر نقطه تحت. اوكي انا نزلت مره بس في مكان واحد، عايزين ننزل بصوا تحت بقى هناك قدام كده. اوكي ونكتشف مع بعض، بس دلوقتي على الويل المشكله في الاكسجين، الاكسجين بيخلص. خلينا نشوف ده، ما ينفعش دي بتاع في البحر ما ينفعش نكتشفها. اوكي ده فحم، واللي بعده ده ايه؟ صندوق بصوا يا علويه نادر، بص مكتوب لي رير شيست اللي هو صندوق نادر. كسر كسر، بصوا طبعا انا بكسر فيه علويه صندوق دمه 6300 فبياخد وقت. بصوا اصلا الشنطه بتتملي، انا بقى معايا دلوقتي 1000 في الشنطه، انتم متخيلين؟ ممكن اصلا الشنطه يبقى تتملي معايا 2000 وهو الصندوق يكون لسه ما اتفتحش. الصندوق بصوا جامد جدا. انت هو قال مش صندوق مش في بيت تحت كام مش سابع. هي صعبه على الواد، انا نفسي افتحها اشوف ايه اللي موجود فيه. خلاص الشنطه بقت فل، الشنطه بتاعتي بقت فل. بصوا هتجيب 1800 دلوقتي، للاسف هروح ابيع، والعيال دي برده نفس الكلام هتروح تبيع برده، ومحدش هيكسر الصندوق، بس ممكن اجي له تاني واكسره. دلوقتي معايا 53000، فهنيجي هنا كده عشان نبيع. يلا ابو علي بيع، بقى معايا 60000. ليتس جو، بصوا كده نجمع فلوس اكتر عشان طورت نفسي. انت هو معايا مش عملت بس ولا مش عملت بس خد مني كل فلوس، خد منك كل فلوس الريفرس. انا اصلا مش عايز اعمل ريفرس، يعني انا بص باخد 1% فلوس، لو انا عملت ريفرس هاخد 1 و2 مش كتير بصراحه. وبيقول لي هناخد منك كل الفلوس اللي معاك، هنسيب لك 10% بس من اوف يور كورنت كوينز. لا مش عايز. اوكي انا هنزل تاني عند الصندوق اللي هو الجولد ده ونشوف يا علويه دلوقتي. ايوه اهو وانا بكسر دمه بقى 3000. اكسر كده ما نشوف هيطلع لي ايه، يا رب بس نلحق نكسره. دمه كام؟ دمه 1300. العيال كلها بص جت عندي هيسرقوا معايا الصندوق. يلا بسرعه كسر. لا انا مت، ما خدتش بالي من الاكسجين، كسرت للعيال الصندوق. يا نهار زبادي ما خدتش بالي من الاكسجين على الهوايه، والله يموت. اوكي خلينا نبيع كده بسرعه، لك كسرت بص الصندوق. انت هو مالي يا دوب؟ انت مش نوب ولا مش مت في الميه؟ بس فرخه عشان كنت مركز في الصندوق. يا ترى العيال خدته ولا ايه؟ اكيد العيال خدته. انا بقى اهو لسه موجود زي ما هو، محدش قدر يكسره عشان ابو علي بص معاه الاكس الوحيد اللي بيقدر يكسره. ليتس جو، الواد سرقه. بصوا جاب الاكس اللي معايا،
جه خبط وخبطه واحده سهره وعلى عشان طبعا انا كنت مدغدغه على الاخر الصندوق، بس يلا مش مشكله هنلاقي صناديق ثانيه. خلينا نيجي هنا كده نشوف ده ايرون اللي هو حديد، كسر كده ابو علي في الحديد ده. يا بي الشنطه بص بتتملي، الاكسجين قالوا محتاجين نطلع لفوق بسرعه. بص انا تحت في الماء خالص، هنطلع لفوق ناخد نفس عشان نقدر ننزل تاني. اطلع يا ابو علي. يا بي ناخد نفس كده الاكسجين التراستر، بعد كده نروح نازلين تاني تحت. محتاجين دلوقتي ندور في حاجات نادره، عاوز صندوق اوكي بسرعه، ولازم اطور الاكسجين على الواقي لان الاكسجين مهم جدا، لازم اجيب اكسجين يديني بصوا نفس طويل تحت الميه. انت هو معايا بتشي بتشي بتشي، اكتشفت كل الجزيره، اكتشف الجزيره براحتك يا نوب. علويه انا تحت في المحيط وبصوا الاكسجين بيخلص، فنضطر ان احنا نطلع تاني بسرعه. يا نهار زبادي الاكسجين بصوا بيخلص، دمي اطلع اجري معلي. بص دمي بينقص ازاي اول ما الاكسجين يخلص. اوه اطلع خد نفس كده. طيب طلعنا فوق الميه دلوقتي علويه، وزي ما انتم شايفين الاكسجين بتاع التراستر والشنطه فاضل لها 1000 وحاجه وتتملي. انا اكتشف بص الحاجات بقى اللي على الجزيره. اوكي ده بصوا بيزك شيست اللي هو الصندوق اللي هو الاساسي اللي هو العادي. اوكي خدنا منه فلوس ونشوف الصندوق ده بقى، ده شكله نادر شويه الصندوق ده بس مش مكتوب عليه اي حاجه. خلينا نروح للصندوق اللي بعده برضه بيزك شيست. امال فين الصندوق النادر؟ انت هو قلبك فنشته ولا ايه؟ فنشته. انا عايز اروح للمكان اللي هناك ده اللي هو عليه بص بتاع شبه السفينه ده. اوكي الشنطه دلوقتي هتتملي، اول ما تتملاها اروح بقى للاماكن دي كلها. حركات وانت اكتشفت الجزيره دي كلها؟ هو انت بقى يا حبيبي حركات يا ايرن. اوكي بقى معايا 126000، خلينا ندخل هنا عشان نجيب بقى علويه شنطه احسن ولا نجيب اكسجين؟ الاكسجين طبعا عشان الاكسجين هو علويه المصدر الوحيد بتاع نقطه ضعفي. ممكن نجيب الاكسجين ده ب 100000 اللي بعده ب 170، خلينا نجيب علويه. ليتس جو يا سلام على الجمدان. غيرنا الاكسجين وبصوا بنغير البدله تقريبا، كل ما بنطور نفسنا بيدونا بدله احسن. اوكي طبعا لازم بدله احسن يا علويه عشان تبقى ظابطه. بصوا مع البتاع بتاع الاكسجين من هنا شايفين اللي هو انبوبه الاكسجين ده، فهننزل طبعا دلوقتي المايه ونشوف يا علويه هنقدر نقعد وقت قد ايه. ولازم انزل دلوقتي تحت خالص، كان نفسي انزل قدام كده، انا عايز امشي كده قدام على الجزيره علويه. اوكي مش هنزل هنا تحت في المايه، هنزل قدام بقى خالص كده نشوف المكان اللي قدام. نروح بس على الجزيره دي كده. يبي اطلع كده ابو علي ونروح بقى قدام علو. عايزه كمان اكتشف الجزيره اللي هناك دي اللي عليها بتاع شبه السفينه. امشي كده ابو علي قدام. ليتس جو كده. انا بص في نص البحر، انزل بقى تحت كده اكيد بص نلاقي حاجات اجدد. او ماي جاد بص على السمك، يا سلام احساس جميل جدا وانتوا نازلين مع الاسماك والحاجات دي. خلينا نكتشف بسرعه. هنا بص في حاجه هنا المونيوم، اوكي خدناه. ايه التاني اللي موجود؟ انت هو معايا ماتش السنة كل حاجة ماتش في المايه ولا ايه؟ انت مش عملت ريفرس وخد منك كل حاجة؟ ايه يا حبيبي؟ ماتش جمعت ماتش من التاني. اوكي دلوقتي علويه رايح على الجزيرة دي اللي بص عليها بتاع شبه السفينة المكسورة دي، هنروح عشان نكتشف ايه اللي موجود عليها. انت هو معايا ماتش اكتشفتها يا حبيبي؟ هو انت ما سبتش حتة اللي هو لازم تروحها؟ هو انت عشان بس بكره ماتش كروز ولا ايه؟ حركات الفرخة اكتشف كل حاجة. خلينا نروح هناك بسرعة. ليتس جو. سفينة مكسورة بس مسروق من عليها كل حاجة. هو يا حبيبي هو تاك بس هات كل حاجة ولا ايه؟ حركات يا قرد كل حاجة بصوا مسروقة. أنا شفت علوي صندوق بصوا هناك على الجزيرة اللي هناك دي. أوكي أهو بصوا في صندوق هناك أهو وشكله بصوا صندوق نادر، أروح له. يلا بقى ننزل كده في المية، إحنا رايحين من تحت. يا نهار زبادي إيه ده علوية؟ أنا بصوا في البحر هنا مش لاقي أي حاجة، وثانية الإضاءة بتاعت الشمس مش شايف منها حاجة. أوكي الجزيرة هناك أهي، البحر بصوا مش نفس البحر اللي من هناك من عند البداية، البحر هنا مختلف شوية. اوكي وصلت على الجزيرة، خلينا نطلع عليها كده بسرعة. اطلع كده ابو علي. يبي بص دلوقتي احنا على الجزيرة ونشوف الصندوق اللي شكله ستوري ده ونادر. دمه كام يا رب يكون؟ يا نهار زبادي دمه 15000. وادي حركات ليدي الصندوق بس مكتوب عليه ايبك شيست، على ايبك دي يعني نادر جدا. انت هو مالي مش فين ده ومش عشان اجيبه؟ بص على الجزيرة اوه جالي واحد اهو، اكسروا معايا يا شباب. بس دم الصندوق 14000 كبير جدا يا علوية، اعتقد لو قدرنا نكسر الصندوق ده هيدينا فلوس رهيبة كتير. انا الشنطة بتاعتي هتبقى فل للأسف، فخلينا نحاول نخبط في الصندوق. خلاص شنطتي هتبقى فل يا شباب، هحتاج ان انا ارجع واجي تاني. الشنطه بقت فل، هنيجي هنا عشان نبيع. اوكي نحاول نروح للصندوق تاني. انا ممكن اجيب حاجه على الواقع، ممكن نجيب اكس يكسر اسرع. الاكس اللي معايا بكام؟ الاكس اللي معايا اللي هو ده كان ب 100000، ممكن نجيب ده ب 110 بس التطوير مش هيبقى احسن حاجه. ده 50 ده 70 اوكي ده ب 200000. يا نهار زبادي غالي جدا. انا طبعا رايح للصندوق تاني على عشان الصندوق ده بصوا مكتوب عليه ايبك، فهنروح طبعا تاني عشان نكتشف اللي عليه. وادي ايه ده يا نهار زبادي؟ مين اللي لك دول؟ انت واي مش بكسب فيها يا حبيبي؟ حركات الحرامي بصوا والعيال كلها جت عشان تكسر الصندوق. بصوا بيقولوا فين؟ هو ايه اللي فين يا واد؟ انت مش بقول في الصندوق مش جامد؟
صندوق جامد خسر بسرعه كده بقى علشان الصندوق ده بتسوق ايبك. العيال كلها عرفت مكانه كله هيجي. بص على الواد يا حركات يا حرام انت واصحابك دول. هو الشاوى لازم مش للشاوى مش هبيع مش واجي هيبيع ويجي. لسه الصندوق دمه 9000 انا هلحق اجي له تاني على الواد. الصندوق بقى دمه 7000 والشنطه بتاعتي بقت فل. احنا ممكن على الواد نغير الزعنفه دي عشان تخلينا بصوا نمشي اسرع. انا اللي معايا بصوا اللي هي البيزك العاديه. اوه بصوا دي بتزود السرعه بتاعت السباحه دي بس بتزود 4. هو ماي جاد انا اللي معايا نوبه على الاخر. انا عايز واحده تكون سريعه صاروخ. دي بكام على الويب؟ 120000 جوهره. يا لا انا مش معايا دي ب 165000. دي ب 75000 لا الحمراء خلينا نشتريها كده ب 75000. اوكي حلوه الحمراء دي. هنروح نجرب السرعه بتاعتها دلوقتي على الويب في الميه. يبقى احنا كده مطورين نفسنا من بدله غطس ومن كمان انبوبه الاكسجين بص بتدينا وقت اطول ومن الصندوق اللي بيشيل بص الحاجات بتاعه التنقيب المجوهرات والحاجات دي والفحم والالومنيوم وكل حاجه والزعنفه كمان. ليتس جو ونروح على الصندوق بتاعنا السري اللي احنا كنا بنكسر. اوه بص السرعه هنا سرعه رهيبه. ايوه كده يا نهار زبادي بص السرعه كده جامده. يلا بينا يا معلم وصلنا على الجزيره. اعتقد دلوقتي ان انا اقدر اكسر الصندوق. دم الصندوق بقى كام؟ دمه بقى 7000. ليتس جو خلينا نكسر كده. عايز افتحه بسرعه قبل ما حركات يجي والعيال العيال كلها جايه. ممكن دلوقتي ننقص دم الصندوق. بصوا كانوا شايفين الشنطه بتاعته بقت فل راح يبيع على طول. اوكي قالوا كسرت ورحت بعت طبعا. دلوقتي دمه بصوا بقى ناقص. يلا بينا ابو علي اللي ياخد الصندوق. ايه ده الفرخه حركات جه. هو الشبح حبيبي انت بتكيف بس سيبولك ولا ايه؟ يا حركات يا قرد بصوا جاي يسرق اول ما الاقي دمه ناقص. بسرعه بسرعه بقى علي كسر. انت هو مش لازم بس الشبح كله. يا حركات انا اللي مكتشف الصندوق. يا حركات يا حرام يا نصب امشي يا واد بره. او ماي جاد العيال كلها جت. بسرعه بسرعه بقى علي دم الصندوق 2000. كسر كده بسرعه. لازم جم نشوف هيدينا كام معايا 82000. حركات وقفت ليه؟ يا حميكا الشتا من فوق ولا ايه؟ احسن تستاهل يا نو. ليتس جو بسرعه بقى علي كسر. يبي فتحنا الصندوق فتحنا. ايه ده؟ هو الصندوق راح فين يا شباب؟ انت هو مش خدت كله؟ خدت كله ما انتوا عشان شويه حرميه. الصندوق بصوا اتكسر علي ما ادانيش فلوس عشان هم بصوا كسروا معايا. بيع كده بقى علي بسرعه. اوكي بصوا بقى معايا 86000 معايا 17000 جواره ومعايا دلوقتي بصوا الشنطه على الويل المتطوره دي. ممكن نجيب ايه ب 86000؟ خلينا نروح كده نشوف الاكس. انا شاري اصلا اكس ب 100 فمش هينفع اجيب اكس احسن من كده. شايفين معايا 86000 بس. طيب على الويل دلوقتي طورنا نفس. اوه ممكن نجيب بصوا نضاره رؤيه. النضاره دي بصوا مش شايف منها حاجه تحت المايه فعلا. ممكن نجيب نضاره احسن. النضاره الاحسن دي ب 70000. اشتري كده بعلي النضاره. اوكي نجرب دلوقتي الرؤيه تحت المايه. على فكره الرؤيه تحت المايه ما كانتش حلوه. يلا بعلي كده بقى نجرب تحت المايه. يا نهار زبادي على الرؤيه والله ما شفتهاش بصوا غير دلوقتي. اوه دلوقتي انا شايف البحر جامد. يا سلام على الجمال ده. بص على الرؤيه يا ريتني كنت اشتريت النضاره دي من بدري كانت هتساعدني ان انا اكتشف بص البحر في ثواني. والله النضاره دلوقتي بصوا ايوه كده الصوره وضحت. بصوا تحسوها اتش دي كده. ليتس جو. الاول كانت الصوره بصوا مش واضحه في الميه خالص. بص الاسماك سرب الاسماك دلوقتي شايفه بص بكل وضوح. يبي كده اللعبه بقت اجمد بكتير. نشوف العلوية ونكتشف كده بكل سهوله. يبي طورنا نفسنا من النضاره ومن انبوبه الاكسجين ومن كل حاجه. بصراحه كده ظبطت نفسي بقيت بصوا طبعا عوام محترف تحت الميه بنقب عن كل حاجه بصوا موجوده في البحر تحت. ممكن دلوقتي نطلع عادي جدا ندوس هنا كده ونروح نبيع. بيع كده. اوكي لو زي ما انت شفت دلوقتي ابو علي طور نفسه من كل حاجه. لو انتوا كمان عايزين تلعبوا اللعبه دي وتطوروا نفسكم هي دي اللعبه روحوا العبوها جربوا قولوا رايكم. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات فتحتوا صناديق اللي هي النادره ولا لا. بحبكم كل قلب. نشوفكم بكره تاني في حلقه تانيه جديده. سلام. انت هو مش ليه مش صندوق مش متهيألي مش نادر ولا نادر؟ انا جاي لك دلوقتي.